ماذا السبب أخف من التحدث عن وضع الاجتماعي؟ مش بخاف يعني أنت ما بنشوف كتير ليه؟ لأنه أنا حياتي هي يعني ملكي أنا لوحدي وملكي عيلتي. اللي بشوفه على السوشيال ميديا من كم التجريح والتنمر وحذف الكلام عمال على بطال كده اللي بنسميه يعني خلاص. انت لسه متجوز؟ يخوفني. طبعا لسه متجوز. عندك كم ولد؟ عندي ولد وبنت. ولد وبنت الله يخليهم. صغيرين كبار؟ عندهم كم سنة؟ مش مهم بقى خلاص. لا ما انا مش عايز اقول تفاصيل للدرجات دي. عشانهم مش عشاني والله. بس احنا ما قلنا اساميهم، عم نسأل اعمارهم يعني انا بحب كبار ولا صغيرين؟ كبار. كبار. اتجوزت صغير انت؟ اوكي. بس انا بحب الجزء ده، هو اسمه الحياة الخاصة. اي مناخير تانية تتدب فيه بوظ الدنيا. واي حاجة انا ممكن ابقى عاجبني شكل هن بيحبوا عيلتي. هن بيحبوا بغض النظر عن اذا انت راضي او مش راضي، هن بيحبوا يكونوا على الاعلام. لا. او يقولوا انه هن ابنائك؟ لا لا. هم بس يعني خلاص هم بقوا معروفين عند اصحابهم، ودي الدايرة اللي انا بقبلها وهم بيقبلوها وبنحبها جدا. انما مش ملك لحد تاني اصلا. مش يعني هو ربنا قريب سبحانه وتعالى، اقرب من حبل الوريد. بس هي الفكره ان انت تعرفي تقربي. يعني فكره انك تفضي قلبك خلاص من المشاكل والخناقات والحوارات والمنافسات والكلام ده كله عشان تعرفي تقربي، عشان تستفيدي. صح. صح. هذا الفنان يستحق فرصه اكبر. لا كتير. اعطيني اسم فنان واحد. عمرو رمزي. عمرو رمزي ليه اخترت عمرو رمزي؟ صاحبي وانا متحيز له. ليه عمرو؟ لا لا بجد غيرك انت. غير انا؟ لا كتير طبعا. زي ما قلت لك من شويه واحد. مثلا في حد انا بحبه قوي، صديقي جدا، عمرو عبد العزيز. في يستحق فرصه افضل طبعا. نضال الشافعي، احمد تهامي، حمزه العيلي، الناس دي في حتة مهمة ويستحقوا فرص كتير. هذا أكثر ما يخيفني في المستقبل. إيه اللي بتخاف منه؟ أنا طبعي قلوق أصلا، ف بخاف من عدم دوام الصحة، بخاف من زوال القبول اللي كلمتك عنه في الأول. دي تقعدني على طول في البيت. يعني ان عارفه امتى بقى تتاكدي انه في حد ما عندوش قبول؟ ان هو بطل او بطله لعمل وموجود مفروض بحكم اي حكم خلاص ما عندوش قبول. والناس تقول هو ده بيمثل ليه؟ هي دي بتمثل ليه؟ مين في بالك بالمواصفات؟ لا محدش معين. محدش معين. السؤال اللي بعده؟ السؤال اللي بعده حلو قوي. ما فيش جرأة. قلت لك المواضيع ده مفاتيحها جرأة ومشاكل. ما اقدرش. بصي يعني ما يمكن انا لو مكانه اعمل زيه. ما هو صدقيني بقى، انت بتعرفي من مواجهه الناس. انا حاسس ان انا عندي قبول وما اروح اعمل مسلسل لنفسي او اخلي اهلي ينتجوا لي او مش كده مثلا. ما بعرفش غير من تكرار انه بلاش تعمل الشخصيه دي. يعدي زي الايفنتات والمهرجانات، وكان بيعدي مهرجان مهم فيه نقاد وناس في الشغل ومحدش يجيب سيرتك او يديك جايزه. بس طيب، هذا هو سر نجاح ابو حفيظه.